والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الاستشاري التربوي الأستاذ عثمان المحطب. أستاذ عثمان حياك الله، سعداء جدا بوجودك معنا في العالم هذا الصباح. الله يحييك وبارك الله. أستاذ عثمان، حديثنا اليوم نخصصه للحديث عن مخاطر الألعاب الإلكترونية، ودعنا نتساءل في البداية ما الذي جعل الألعاب الإلكترونية تنتشر بمثل ما هو موجود حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الألعاب الإلكترونية لها مزايا كثيرة اللي تجذب الشباب منها، فيها طبعا حركة، فيها أكشن، فيها تشويق، فيها هدايا، فيها كسب أصدقاء، هذه كلها تخلي شبابنا وحتى أبنائنا الصغار يسعون لها بهدف طبعا تمضية الوقت، أو أن احنا مو منتبهين لهم، احنا ما قاعد نحاورهم، احنا مو قاعد نشاركهم، فالبديل اللي عندهم هو الألعاب الإلكترونية. خاصة قد يكون أحيانا أولياء الأمور وهم اللي يدزون عيالهم، انه صحيح يعني له نفسكم بهالقضايا، وهم يجيبون لهم الالعاب، وهم يهدونهم بالاسواق، وهم ينقون على كيفهم. فالحوارات بين الشباب نفسهم على الالعاب وتغييراتها وتطويراتها وكذا، كل هذه تحفز طبعا ابنائنا انه يستمرون في العمليه، خاصه انه ما في عندهم بدائل يعني مغرية خلينا نقول. صحيح، يعني عدة أسباب تضافرت لانتشار مثل هذه الألعاب الإلكترونية. نعم. لكن كونك استشاري تربوي تدرك مدى مخاطر هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال خاصة في السن الصغير والمبكر. نعم طبعا مخاطرها لا تحصى بدءا من الرأس إلى القدمين. يعني شلون إحنا أول شيء قاعد تشوش أفكار أبنائنا، تعطيهم يعني مظاهر عصبية، نرفزة، قلق، توتر. صحيح. تتلف عيونهم من كثر ما هم مركزين، خاصة أن بعضهم قاعد يشوفون الألعاب وهو تحت البطانية، يعني فمعتمد فقط على ضوء اللعبة. بالضبط. صحيح. فهذا قاعد يأثر على عيونه، يأثر على أعصابه بالشد، يأثر حتى على ناحية السمع، لأن بعض الأحيان يخلي صوت اللعبة وايد عالي عشان يندمج وياها، يأثر على طبعا عضلاته وحركة يدينه. صحيح. على فقرات الظهر. بالضبط. الظهر إذا انحنى. صحيح. الرسغ من كثر ما هو يتحرك، كل العضلات. يعني هذه المخاطر نقدر نقول إنها مخاطر صحية. بالضبط. لكن أيضا هناك مخاطر، أيضا مخاطر أخرى ممكن تكون بسلوك عنف او ما الى ذلك. اي في مخاطر اجتماعيه، على سبيل المثال راح يكون منعزل، راح يكون بعيد عن اهله، راح يكون صداقاته قليله، كل صداقاته في الفضاء طبعا مو حقيقيه. راح يكون عنده مشاكل حتى اخلاقيه، راح يقصر في فروضه خلينا نقول الشرعيه، عنده مشاكل في العنف، مشاكل في التحرشات، مشاكل في يعني مشاهده مناظر المفروض ما نشوفها، ممكن تقودها الألعاب إلى قضية قلق، توتر، اكتئاب، القيام بسلوكيات عنيفة تجاه الغير. كل هذه طبعا اللعبة نفسها هي اللي تقوده في مراحلها، أحيانا أنه يصل إلى حتى درجة يعني القتل والانتحار. صحيح، يعني مخاطر كثيرة تحيط بأبنائنا. طيب دورنا إحنا كأسرة كيف يعني نبعد قدر الامكان ابنائنا او نحميهم من هذا الخطر؟ احنا نقول دائما ان الاسره هي المحضن، هي اللي قاعد تغرس القيم، فاذا انا قاعد احاور عيالي كل يوم على الالعاب هذه وخطورتها، وانها قاعد تاثر عليكم دراسيا، تاثر عليكم اجتماعيا، نفسيا، صحيا، اذا انا قاعد احاور عيالي كل يوم اكيد راح يكون عندهم وعي او ثقافه. الحوار بيننا. بالضبط، غير كذي انا قاعد لازم اوجد لهم بدائل، اذا انا يعني منعتهم او قننت العمليه هذه. صحيح. لازم اوجد لهم بدائل حركيه، اما اشاركهم في نادي، او اشاركهم في العاب داخل البيت، او اعطيهم مهام تشغلهم، او قاعد احاورهم، او حتى العب في العابنا الحركيه القديمه. صحيح. قضيه التركيب، قضيه هذا، ولو ان الان يعني يقول لك لا هذه مو مشوقه، بس تشويقها ان انا قاعد اشاركهم فيها والعب وياهم. لازم الوالدين يكونوا منتبهين اصلا بالنسبة للألعاب، شنو التكون منها، شنو مراحلها، شنو الريتنج مالها، هل هي مناسبة للعمر ولا مو مناسبة. لازم أقرأ المانيوال مالها، في تحذيرات يقول لك مثلا هذه فيها لغة مو زينة، أو فيها مناظر كلمات خادشة. بالضبط. فلازم أولياء الأمور ينتبهون، لازم يشاركون أبنائهم اللعب فيها في المراحل الأولى عشان يطالعون هل هي مناسبة ولا مو مناسبة. أنا أعتب على أولياء الأمور كثيرا أنه يأخذ ولده ويقطه بالسوق يقول له انت اختار اللعبه اللي تبيها. صح. يعطيه بس فلوس، والولد قاعد يختار
طبعا بناء على معلوماته من ربع على سبيل المثال، او قاعد يقرا عن اللعبه او بطريقه ما وصلت له، ما عنده تقييم حق مخاطرها. حتى استاذ عثمان مرات بعض شركات الالعاب تفترض سن معين لاقتناء مثل بعض الالعاب، إيه بس تلاقي ابوه يجي ويقول له انا باخذها لنفسي للبائع، مضبوط، ويتركها متاحه اي مشكله البائع ما قاعد يحدد الريتنج، يعني ما يقول للولد انت ما تصلح لك اللعبه هذه، بيبيعه خلاص، اهم همه مادي. فاحنا نقول لاولياء الامور اهم شيء لا تخلي ولدك يشتري اللعبه بروحه، كون مرافق له، اغرس فيه القيم اللي تقعد يعني على الاقل تقول له هذا حلال وهذا حرام، شو المفروض تشوفه وما تشوفه، حتى لو يعني انت ما كنت تقصد اللعبه هذه بس شفتها فجاه او صدفه اكيد خلاص نمتنع عن اللعبه. فدور الاب رقابي وحمايه ووقايه لابنائه. في حال حاورناهم وبينا لهم مخاطر الانخراط الكامل في مثل هذه الألعاب، البعض أيضا أصبح يتحدث عن ضرورة تقنين الوقت المتاح للعب مثل هذه الألعاب، عطنا حلول أو عطنا بعض الحيل اللي نستطيع استخدامها على أبنائنا من أجل إقناعهم بتقنين وقت استخدام الألعاب الإلكترونية. طبعا أهم شيء إحنا ما نقدر نمنعهم نهائيا، بس نقعد نتفق وياهم قبل لا نشتري اللعبة، قبل لا نشتري حتى الجهاز نفسه اللي شغل اللعبة، لازم فيه نحط قوانين بيننا وبينكم، في اتفاق، أي اتفاق من البداية. اللعبة ما تلعب إلا بالصالة، ما تلعب في غرفة النوم، ما تلعب بروحك، ما تشوفها بالتليفون على سبيل المثال، لا، الجهاز موجود بالصالة قدامنا نلعب. ما تلعب 24 ساعة، أنت لك محدد حسب سنك مثلا ساعتين حد أقصى، تلعبونها جماعيا تلعبونها فرديا انا ما عندي مشكله، بس ساعتين اليوم بالضبط حد اقصى، احنا نقول مو يعني ضروره. ليش اخترت الصاله استاذ عثمان؟ عشان اكون تحت الرقابه، بالضبط، رقابه الوالد الوالده الاخوان الكبار يشوفون يعني الابناء شنو قاعد يشوفون. غير كذي لازم احط لهم حوافز انه ما يلعبون، شلون اقعد اشاركهم في العاب ثانيه، ألعاب التركيب، ألعاب التلوين، أستثمر في هواياتهم، إذا عنده رسم، إذا عنده موسيقى، إذا عنده أي هواية ثانية، هذه راح تشغله 100% عن اللعبة. ما أقول له روح عني الآن أنا مو فاضي لك، هذه معناها روح العب ألعاب البلاي ستيشن وهذه السوالف هذه. الولد طبعًا يحبذ، واحنا عن تجربه، يحبذ الحوار اليومي مع والده ووالدته افضل من الالعاب هذه. واحنا جربنا لما يكونوا قاعد يلعبون بالالعاب، على سبيل المثال انا والوالده اللي حد نلعب لعبه بسيطه اللي هو الاونو هذه اللي يسمونها، فيونك واحد واحد صح زين، فخلينا نجرب الالعاب هذه، خلينا نجرب نعطيهم وقتنا، نقول لهم ترى احنا نبيكم، احنا نحبكم، احنا ودنا نحاوركم، احنا نستانس في القعده وياكم، والوقت اللي تقضونه معنا ايضا ممتع ولا يقل متعه عن بالضبط وجود اللعبه الالكترونيه. وهذه طبعا تغرس فيهم قيم اكثر من اللي قاعد تغرس الالعاب. شلون استاذ؟ القيمه انا قاعد احاورهم فيها يوميا، قاعد امارسها وياهم، قضيه الصدق، الامانه، الحب، المشاركه، العمل الجماعي، هذا انا قاعد اغرسه فيهم. اما لما اخليه مجابل التلفزيون بروحه ما ندري شنو القيم اللي قاعد ترسل له وتغرس فيه. في الغالبيه قيم لا اخلاقيه، قيم لا دينيه، قيم تحرض على قضيه العنف، الشتايم، قضايا كثيره. صحيح صحيح. فهذه لازم ننتبه لها كولي امور. طيب استاذ عثمان، شلون اعرف انا كوليه امر ان ابني بدا تظهر عليه بعض المظاهر اللي تاكد لي انه فعلا تاثر من لعبة إلكترونية، تأثر طبعا بالسلب؟ طيب احنا نلاحظ عليه بعض السلوكيات مثل العصبية الشديدة، مثل الصراخ، مثل التكس، يكسر أشياء معينة، يبدأ يعتدي على أخوانه، يبدأ يبوق أغراضهم، يبدأ ينعزل أحيانا بروحه في غرفة معينة، تكرمين يطول في الحمام بهدف معين. فكل هالقضايا يلاحظونها أولياء الأمورنا بدأت تغير في سلوك الابن، يبدون يحاورونه، ما في عنف، ما في صراخ، ما في طق، اقعد احاوره، تعال يا وليدي شو اللي قاعد يصير؟ انت شنو تشوف من العاب؟ شنو تحب من العاب؟ ليش حبيت اللعبه هذه على سبيل المثال؟ خليه يكلمني. فاذا انا عرفت شنو الشغف اللي عنده هو، شو اللي قاعد يجذبه، احاول اوجد له البدائل اللي تعوضه عن القضيه هذه. دعنا نكون منصفين ونختم هذا اللقاء حول الفائده الموجوده في بعض الالعاب الالكترونيه، اكيد لا تخلو من بعض الفوائد. ما في شك، هو جهاز ذو حدين، خلينا نقول اذا احسننا استثماره فاكيد العائد طيب، اما اذا اسانا استثماره فالعائد سيء. على سبيل المثال في العاب علميه صحيح. انا ممكن اخلي عيالي يشوفونها، وهم ايضا تحت رقابتي، العاب تنمي فيهم الذكاء، الالغاز، اللغه، الهوايات نفسها. إذا قدرت أجيب الألعاب هذه حق عيالي وشاركهم فيها وراقبهم فيها فهي ممتازة، ترفع من مستواهم
خلينا نقول العقلي تشبع فيهم شغف اللعب والمرح وكذا، كل هذا لازم يكون تحت رقابة. طيب أستاذ عثمان، سؤال أخير، كونك استشاري تربوي، في أي سن تنصح الأولياء الأمور في أنهم يتركون هذه الألعاب الإلكترونية متاحة للأطفال؟ نشوف بعض الأسر تترك اللعبة الإلكترونية بيد أطفال لا تتعدى السنة للأسف. احنا طبعا يمكن تلاحظها بالأسواق. هو طبعا لا، خلينا نقول لا تشدد ولا لين، طبعا ممنوع نهائيا قبل السنتين. قبل السنتين ممنوع مهما كان السبب، حتى لو يبكي لو يؤذينا لو يقول فلان وعلان عنده، هذه مو قضيتنا، انا قضيتي ابني لازم احافظ عليه. بعد السنتين ما يتجاوز فتره اللعب اصلا ساعتين نهائيا، خلينا نقول حتى الخمس سنوات او ثمان سنوات اعطيه ساعه واحده بس، ساعه ما تجاوزها باي حال من الاحوال. هذه صراحه رساله مهمه، خاصه ان نشوف بالاسواق بالعربانه اطفال يعني ما يتعدون سنتين وكل واحد ماسك جهاز ايباد و... عشان افتك منه بس. سبحان الله. فهذه هذه مسؤوليه وامانه لازم ما نفرط فيها. استاذ عثمان المحطب، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وشكرا جزيلا لهذه النصائح. بارك الله فيك. الله يسلمك. اذا مستمرين معكم مشاهدينا في برنامج العالم هذا الصباح، حيث